من ضمن الأسئلة لو سمحت عاوزة أعرف، هل كلية سياحة وفنادق بتاخد من مجموع كام لعلم علوم، وهو القسم بختاره براحتي ولا المجموع بيحدده كمان؟ هل هطلع أشتغل ولا فرص العمل بالذات للبنات صعبة؟ سؤال الحقيقة مركب جدا. طيب خلينا ناخد أول حاجة، هل كلية سياحة وفنادق بتاخد من مجموع كام لعلم علوم؟ ده طبعا مش في ايدي، بتختلف من سنه لسنه، وانتوا طبعا شايفين تنسيق الثانويه العامه يوم فوق ويوم تحت، فده سؤال انا ما عنديش اجابه عليه، ولكن نصيحتي انك نجتهد قدر الامكان ان احنا نجيب اعلى تقدير علشان نعرف نختار براحتنا اي كليه ان شاء الله تتناسب معانا. هو القسم بختاره براحتي ولا المجموع اللي بيحدده؟ هي كليه سياحه وفنادق حضرتك بتدخلي لو لقيتي مجموعك جايبها بتختاريه في التنسيق وربنا بيكرمك بيه. ولا حضرتك كمان تقصدي القسم داخل كلية سياحة وفنادق؟ لو تقصدي ده بتلعب لمعادلة داخل الكلية، لما حضرتك إن شاء الله بتدخلي بتتقسمي على حسب التخصص في فنادق ومطاعم، يعني بيبقى في كذا تخصص داخل الكلية، وده بيبقى في رابع أو ثالث سنة أو في أحيانا من تاني سنة، فعلى حسب الجامعة وعلى حسب المكان، وفي الغالب مش بيكون في اشتراطات كتيرة، يعني ممكن أي شخص يدخل أي قسم إلا إذا وجد بعض التخصصات جواها بتحتاج لغة إنجليزية، ممكن يطلب منك لغة إنجليزية، ولكن أغلبية الأقسام ممكن حضرتك تدخليها وبراحتك. بالنسبة للسؤال هل هطلع أشتغل، يعني الأرزاق على الله، في ناس بتشتغل في ناس ما بتشتغلش، يعني فكرة، بس كل قسم إن شاء الله ربنا يزيدك. هل فرص العمل بالذات للبنات صعبة؟ لا، أنا دي عاوز أعلق عليها، لا، في أماكن كتيرة بتشترط بنات للعمل بيها، ريسبشن مثلا في الفنادق، لا يقول لك لا أنا عاوز بنت تبقى بالنسبة لي واجهة. بالنسبة في بعض الأماكن السياحية بيبقوا عاوزين سيدات، مثلا سبا حريمي، أماكن فنادق حمام السباحة الحريمي، لا ده هو هنا بيشترط سيدات، فالسياحة بالنسبة للسيدات لا في فرص عمل كتيرة جدا كمان هنا وخارجيا، فلا أنا أتمنى أن أكون جاوبت جوابك بطريقة صحيحة.